بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني أخواتي، من أحب الصلاة صعب عليه فراقها، فجعل الله انتهاء الصلاة ليس فجأة هكذا، لا، بل بتدرج. فترى المحب لا يهون عليه أن يقوم فجأة إلى انشغالات الدنيا، بل يبقى قليلا يذكر ربه، يذكر ربه، كأن الدنيا والأهل والأصحاب ينادونه هيا هيا هيا، وهو يقول لا لا، فلأجلس قليلا، لم أشبع من ذكر ربي إلى الآن، دعوني أذكر الله، ولا يريد أن يقوم. والإنسان إذا عرف دقائق الأسرار في أذكار ما بعد الصلاة يحصل له ذلك، ما رأيكم؟ فلنكتشف شيئا منها اليوم، تابعونا. يا الله يا الله الله يا الله. الأذكار التي بعد الصلاة اختيرت بعناية، المسألة ليست عشوائية، لهذا لاحظ أن الله جعل شيئا من أذكار ما بعد الصلاة موجودا في الصلاة. لاحظ، يخفف الله عز وجل على الإنسان الفراق، فيجعل شيء من أذكار ما بعد الصلاة موجودا في الصلاة. انظر للتسبيح والتحميد والتكبير اللي بعد الصلاة، سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر، هذا موجود، التسبيح موجود في الركوع والسجود، التحميد قول الحمد لله تجده في الرفع من الركوع، سمع الله من الحمد، ربنا ولك الحمد. التكبير واضح كيف أنه موجود في من أول الصلاة إلى آخرها تقريبا، إلى في الانتقالات، الله أكبر الله أكبر، من ركن إلى ركن تقول الله أكبر. وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له موجود أيضا في الصلاة، اللي موجود في الأذكار، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عندما تكون في التشهد. قراءة القرآن في قيام الصلاة موجودة في الأذكار اللي بعد الصلاة، فأنت عندما تقوم تقرأ سورة بعد الفاتحة، فكذلك تقرأ هنا المعوذات وآية الكرسي. الاستغفار موجود، أنت أول ما تنتهي من الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا موجود بين السجدتين، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي. وقولك في الصلاة السلام عليك أيها النبي، وقولك السلام علينا وعلى عباد، هذا أيضا موجود أصله. ألا ترى أنك بعد الصلاة تقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام؟ أخواني، هناك معاني جميلة في الأذكار اللي بعد الصلاة. المحب إذا قابل حبيبه ربما يجلس معه بالساعات، فإذا فارقه وذهب ربما يتصل به هاتفيا بالطريق، يعني هو جلس معه ساعات، لكن أثناء رجوعه يتصل به، على الأقل يرسل رسالة، سبحان الله، أنت كنت معه لمدة طويلة. لكن لا، إذا كان اللقاء محببا للنفس فإن النفس تحب أن يكون لها شيء زائد منه بعد هذا اللقاء. وكذلك إذا خشع إنسان في الصلاة يحتاج بعد الصلاة أن يتذكر شيئا من ذلك، أن يقول شيئا، أول شيء يقوله أستغفر الله. الاستغفار ثلاثا، الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة مأخوذة من المغفر، وهو الغطاء من الحديد اللي يضعه المقاتل على رأسه في الحروب، يسمونه عندنا الخوذ الآن. سميت المغفرة بذلك لأنها تحمي صاحبها عن آثار الذنوب، يعني تحميه من العذاب والعقاب، كما أن المغفر يحمي صاحبه من أثر الضربات والسهام. وجعل الله الاستغفار بعد أشرف العبادات دليلا على أن العبادة مهما أطاعوا الله تعالى فهم مقصرون. لاحظ، الاستغفار بعد الوضوء عندما تقول اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المطهرين، تجده بعد الحج، قال تعالى عن الإفاضة من عرفات، قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وهكذا. لاحظ أنك تقول بعد ذلك اللهم أنت السلام، السلام من أسماء الله تعالى، أي اللهم يعني أنت السالم من كل عيب ومن كل نقص، منك السلام أي أنت الذي تعطي السلامة لأي أحد، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت أي تكاثر خيرك وتزايد برك، يا ذا الجلال والإكرام، الجلال العظمة والإكرام الإحسان. ثم تقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد منك الجد، هو الحظ من الدنيا من مال أو ولد أو عظمة أو سلطان. معنى العبارة لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه، ما ينفع منك سبحانك، وإنما ينفعه العمل الصالح بفضلك ورحمتك. ثم بعد ذلك تبدأ بالعد، تعد سبحان الله 33، الحمد لله
33، الله أكبر 33، ثم تختم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة فتكمل 100. ما معنى التسبيح؟ له معاني. كثير من المسلمين يقول نعم تسبيح وسبح الله عظم الله، لا نريد المعنى، المعنى الصحيح ما هو؟ التسبيح تنزيه الله عما لا يليق، عما لا يليق به سبحانه، يعني أنك تبعد عن الله تعالى أي وصف لا يليق به سبحانه. انتبه للقرآن، لاحظ، ألا تجد القرآن إذا نقل عن الكفار أنهم وصفوا الله تعالى بما لا يليق سبحانه جل في علاه يأتي التسبيح بعدها مباشرة؟ قال تعالى لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انظر أيضا قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، وهكذا. إذن هذا هو التسبيح، تنزيه الله عز وجل، يأتي دائما بعدما وصف به الله عز وجل ما لا يليق به من النقص. فتبدأ بالتسبيح ثم التحميد. الناس يقولون يعني الحمد لله واضحة، الحمد هو الشكر. لا، الحمد هو وصف المحمود بالكمال، هذا هو الحمد، هو يختلف عن الشكر. لأن كثيرا من الناس يظن أن الحمد هو الشكر، وهذا خطأ، فإن بينهما فرق، الحمد شيء والشكر شيء آخر. فالحمد فيه معنى زائد عن الشكر، الشكر يكون مقابل النعمة، فإن أعطيت شيئا فإنك تشكر من أعطاك، والحمد يكون مقابل نعمة، وأيضا يزيد على الشكر بأنه يكون للثناء والمدح. أما الشكر فإنه لا يكون للثناء والمدح، يعني لو قال لك أن زيد أحضر لك هدية فهنا يمكنك أن تقول شكرته، ويمكنك أن تقول حمدته، كلاهما يصح. وأما إذا مدحت فلان وأثنيت على حسن صفاته فأنت الآن حمدته ولم تشكره، فإن مدحت أخلاق زيد ماذا ستقول؟ ستقول زيد أخلاقه مشكورة؟ لا، ستقول زيد أخلاقه حميدة. لاحظت؟ أخلاقه حميدة. أرأيت هذا الترتيب في الأذكار؟ أنه بدأ بالتسبيح ثم التحميد، هذا هو أحسن ما يكون عليه الثناء، أحسن ما يكون عليه الثناء. كيف؟ بعد الفاصل إن شاء الله. يا الله يا نعم، تناسق الأذكار عجيب. خذ مثلا أقوى أنواع الثناء، أقوى أنواع الثناء أن يكون هذا الثناء بأسلوب الاختصاص. يعني مثلا لو دخل أحدهم على الملك فقال له أنت الملك وأنت الكريم وأنت العزيز، هذا الثناء. لكن الأقوى من ذلك وأقوى منه بكثير أن يقول له لا ملك إلا أنت، ولا كريم إلا أنت، ولا عزيز إلا أنت. هذا أبلغ شيء في الثناء، يسمونه أسلوب اختصاص، نفي ثم إثبات. لهذا انتبه إلى كلمة التوحيد، ما هي؟ لا إله إلا الله. لاحظ أيضا أن التسبيح غالبا يأتي قبل التحميد. ألا تقول أنت في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذا تنزيه، نفي النقائص عن الله عز وجل. ثم تقول بعدها سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، إثبات الكمال لله. حتى كثير من الأذكار كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وانظر إلى أذكار ما بعد الصلاة، أولا تسبيح ثم تحميد. جاءت الأذكار متناسقة جدا في معانيها. طيب التكبير يأتي بعدها، أي نعم، التكبير بعد ذلك لكي يرفع الله عن غيره، فإن كثيرا من الناس يأتي إلى المخلوقين فيستخدم معهم نفس أسلوب الاختصاص اللي ذكرناه، يقول لا رب إلا أنت، ويقول لا عظيم إلا أنت، يخاطب مخلوق. وهكذا أنت إذا قلت في أذكارك بعد تسبيح التحميد الله أكبر، يعني أن الله عز وجل أعظم وأكبر وأجل من كل ما يعظمونه، فحتى لو استخدموا معه أسلوب اختصاص الله تعالى أكبر. ثم تقرأ الآيات ومنها آية الكرسي، هذه أعظم آية في كتاب الله تعالى، ولهذا من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهي مشتملة على جمل كل جملة منها لها معنى عظيم جدا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم أصل هذه الكلمة من القيام، فهو قائم على نفسه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه أبدا سبحانه، وهو قائم على حاجات غيره فكل أحد محتاج إليه، هذا القيوم. فإذا ذكرت حاجتك وأنك تريد شيء ذكر أن الله عز وجل هو القيوم،
يقوم على نفسك بما تحتاجه. قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نعاس ولا نوم. النوم معروف، والنعاس هذا مقدمة النوم تسمى السنة. ثم قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعة التوسط للغير، إما لجلب منفعة أو دفع مضرة. يعني مثلا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، هذه هي تجلب الخير للناس. الله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لن تحصل هذه الشفاعة إلا إذا أذن الله لها أن تتم. لأنه إخواني كلما كان سلطان الملك أعظم كلما كان ذلك أهيب الملك. فالملك المهيب لا يتكلم الناس في مجلسه إلا إذا تكلم هو ربنا سبحانه ذو هيبة عظيمة، حتى أن أعظم الناس مقاما عنده من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا إذا أذن الله له أن يشفع، وهذا لكمال سلطان الله وهيبته جل الله في علاه. ثم قال بعدها يعلم ما بين أيديهم، يعني يعلم المستقبل، وما خلفهم أي يعلم الماضي، يعلم ما كان منك وما سيكون، ولا يحيطون بشيء من علمه. هذا علمه هو. طيب علمنا نحن؟ لا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي بالنسبة للملوك هو الشيء المرتفع اللي يضعون عليه أقدامهم، يعني بعد أن يجلس الملك على العرش يضع رجله على هذا يسمونه الكرسي، هذا بالنسبة إلى ملوك الدنيا. أما ربنا سبحانه فله كرسي، لكن الله أعلم بكيفيته، لا تشابه بينه وبين المخلوق سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما جدا عن الكرسي سأذكره لكم، لكن أولا فلنتابع هذا المشهد. يا الله يا نحن الآن في صحراء واسعة ممتدة، وقد وضعنا في وسطها خاتما جعلناه فوق قماش أحمر لكي يتمكن المشاهد من رؤيته. ها هو الخاتم، هذه الحلقة الصغيرة في يدي، أريدكم الآن أن تقارنوا بين الخاتم وبين هذه الصحراء التي لم نر منها إلا الشيء القليل. ما نسبة الخاتم للصحراء؟ يا الله يا الله يا الله. أرأيتم نسبة الحلقة هذه بالنسبة إلى الصحراء هذه كلها؟ لا شيء. الآن فلنستمع إلى الحديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، أرض ممتدة خالية. تخيلوا كل النجوم اللي ترونها هذه تحت السماء الدنيا فقط، كل هذه النجوم فقط تحت السماء الدنيا، السماء الثانية أعظم من الأولى، والسماء الثالثة أعظم من الثانية، وأعظم السماوات هي السبع. كل هذه مع الأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة بأرض صحراء خالية، مثل المشهد اللي رأيتموه قبل قليل. الله أكبر، الكرسي عظيم. أتدرون ما هو أعظم من هذا كله أيضا؟ أعظم من هذا كله ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا الكرسي العظيم بالنسبة إلى عرش الرحمن أيضا كحلقة ألقيت في صحراء. والله العقل يتوقف الآن. وبعد هذا كله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات الأرض. ثم ختم الآية العظيمة بقوله وهو العلي العظيم. فعلا هو العلي العظيم سبحانه جل في علاه. أرجوكم تابعونا في حلقة قادمة.